الألمانية في مجال صناعة تركيب السيارات، حيث أخيرا كسبت الجزائر الرهان ونالت ثقة العملاق الألماني لصناعة السيارات فولكسفاجن، حيث تم التوقيع على إقامة مصنع بغليزان بين مجمع سوفاك والشركة الأم. تفاصيل أكثر في سياق تقرير فوزي مسعدي وأحمد رشدي. لم تكن قاعة الاجتماعات في الطابق الخامس عشر لمبنى وزارة الصناعة كافية لاحتضان الحدث. ووسط حضور إعلامي مكثف جلس سفير جمهورية التشيك ومملكة إسبانيا والملحق الاقتصادي لسفارة ألمانيا بالجزائر. الكل ينتظر. دخل وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوار، بدا سعيدا وضاحكا ليعلن عن الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. J'étais contraint de faire cette introduction liminaire car le moment est un moment important dans notre économie. Il est important pour les deux partenaires, mais il est important pour l'Algérie. C'est un jour important aujourd'hui pour Sovac, mais aussi pour l'Algérie qui vient d'attirer le géant mondial de l'automobile, à savoir le groupe Volkswagen. هكذا إذن سيكون المواطن الجزائري سنة 2017 على موعد مع خروج أول سيارة للعملاق فولكسفاجن مصنوعة في مصنع الشركة بغليزان. سنقوم بإنتاج نماذج عصرية وجديدة من نوع فولكسفاجن جولف وسيات إيبيزا، سكودا أوكتافيا وغولف كادي. إنتاجنا سيتلائم مع حاجيات وطلبات الزبائن في السوق الجزائرية. مجمع سوفاك شريك فولكسفاجن في مصنعها وممثلها في الجزائر يعد بمفاجآت عديدة تنتظر الجمهور. جمونغاج باللي الأسعار تاع السيارات تكون أرخص من 20% أكيد. احنا نحاولوا باش نوصلوا لبي والقدرة الشرائية تاع الزبون الجزائري باش يشري السيارات اللي تخدم اللي تصنع في الجزائر بثمن رخيص من السيارات اللي مستوردة. هكذا إذن نجحت الجزائر في كسب ثقة العملاق الألماني وكسبت الرهان وتفوقت على جارتها الغربية التي حاولت كثيرا، لكن الفوز والنجاح كان للجزائر. غير بعيد عن ذلك، بدا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب متحفظا في الإجابة عن سؤال بشأن طريقة تعامل مع الوكلاء الذين لم يطبقوا دفتر الشروط ولم ينشئوا مصانعا للتركيب في الجزائر قبل تاريخ 12 من ديسمبر. أمر مثل هذا اللي تاريخي اللي بحسب نظري أنا ليا راح تديني في مشكل إداري نتاع شكون اللي يكون وشكون اللي ما يكونش. حدا من بعد كي يروحوا ضيوفنا نقدروا نتكلموا عليه. قوانين قوانين، والدوله دوله، والدوله تحترم قوانينها وتكون في المرصاد بالحلول اللازمه في موضوع مثل هذا. كون على يقين باللي القانون يطبق.